نروح معاكم من اخبار القلعة الحمراء لاخبار الانديه الاخرى، ونبتدي معاكم بالدراويش. يعني حسن ياسين صانع العاب نادي الاسماعيلي بقى خلاص خارج حسابات الفريق بشكل نهائي في مواجهه الزمالك، مقرر ليها يوم السبت القادم ان شاء الله على ملعب الاخير بالقاهره في قمه الجوله ال 21 من بطوله الدوري الممتاز. ده بسبب الاصابه او اصابه اللاعب، خضع اللاعب من طبعا يعني الفريق لإشاعة وأثبتت إن هو محتاج يحط رجليه في الجبس لمدة أسبوعين إضافيين كمان لحد ما يكتمل شفائه بشكل كامل. ده هيأثر على وجود اللاعب طبعا في مواجهة نادي الزمالك القادمة. طيب نروح لفيوتشر وكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر كشف عن تفاصيل اصابه ناصر ماهر، واحد من اهم طبعا لاعبي نادي فيوتشر، واللي كان تعرض لاصابه قويه خلال مباراه فريقه امام المصري بورسعيدي، واللي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف. وطبعا اكيد ناصر ماهر واحد من اللعيبه المهمه، وخلاص يعني قال كابتن عبد الظاهر السقا انه هيخضع لفحوصات جديده لتحديد حجم الاصابه، ولكن من المؤكد ان هو هيغيب عن الماتشين فيوتشر امام بيراميدز وايسترن كومباني، هيكون بيغيب ناصر ماهر عنه. نروح معاكم للاتحاد السكندري، ورفض عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري منح اللعيبة راحة أمس ليواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي استعدادا لمباراة الجونة والمقرر ليها الجمعة المقبل في إطار مباريات الأسبوع 22 لمسابقة الدوري الممتاز. عاد لصفوف الاتحاد السكندري في التدريبات الجماعية أمس أحمد عادل مسي لاعب الفريق، واللي كان غاب بسبب الإنذار الثالث عن مباراة بيراميدز واللي حسمها الاتحاد بهدف نظيف، أيضا إليما بولولو، كما يعود محمد عبد المنصف حارس الفريق، وطالب النحاس لاعبي الاتحاد السكندري باغلاق صفحه مباراه بيراميدز، واكدوا ان موقعه الجونه مش هتكون سهله ابدا عليهم لانها امام فريق موقفه صعب في جدول الدوري ولديه الرغبه في تحقيق الفوز. وطبعا كنا تابعنا مع حضراتكم خساره فريق الجونه من مصر للمقصه، وطبعا ده بيأثر على الانديه بشكل عام، بتلاقي النادي يعني او الفريق جاي المباراه اللي بعدها متحمس عنده اصرار اكتر، علشان كده طبعا كابتن عماد النحاس عامل حسابه على ان المواجهه دي مش هتكون سهله ابدا. طبعا معنويات مرتفعه للكابتن عماد النحاس مع الاتحاد السكندري بعد الفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء يعني في الجوله اللي فاتت، واعتقد معنويات مرتفعه كبيره جدا.